مساءكم خير. هنسمع كتير جدا وهيتكرر على مسامعنا الكلام اللي يخص المناخ، العالم الجديد، التنمية المستدامة، تطورات تخص إدارة العالم، إدارة الموارد العالمية بشكل جديد، وشكل اللي التعاون بقى مفروض علينا في كل بلاد العالم. وعلى خلفية الحتمية الجديدة، لأنه درجة حرارة الجو تغيرت، لأنه مصادر الطاقة كمان في خلال 30 أو 40 سنة اللي جايين كمان هتتغير، ولأنه كل ده مرتبط بخطط التنمية المستدامة، مش بس اللي احنا هنا في مصر بنتكلم عنها كتير، دايما نتكلم عن خطة 2030 و2050 مثلا، لكن العالم كله محتاج أنه يوحد الجهود. وعلشان كده هنلاقي أنه في كتير من قمم المناخ وقمم الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. من بين هذه القمم، القمة التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قمة محيط واحد. وقمة محيط واحد هي واحدة من الفعاليات العالمية الكبرى منعقدة في مدينة بريست الفرنسية. الهدف من القمة دي هو إعادة صياغة التزامات جديدة ما بين الدول المشاركة، التزامات جديدة لما يسميه العالم الاقتصاد الأزرق. الاقتصاد الأزرق ببساطة الحفاظ على البحار والمحيطات والموارد بتاعتها، دراسة كل هذه التفاصيل الخاصة بإدارة الموارد المائية، وكمان إزاي الدول تكون فاعلة في التأثير. أعتقد أنه كلمة الرئيس النهاردة كانت في هذا الشأن تحديدا، لما اتكلم وقال أنه البحار والمحيطات تمثل 70% من مساحة كوكبنا، وبتربط بين شعوبنا وبين ثقافتنا. اتكلم سيادة الرئيس عن أنه بتربط البحار والمحيطات مش بس هي مصدر الغذاء البحري، لكنها أيضا جزء من حركة التجارة والملاحة الدولية، وأيضا هي محفز حقيقي للنشاط الاقتصادي والازدهار مجتمعات ودول بأسرها. الرئيس اتكلم كمان عن الجهود التي تقوم بها مصر، فتحدث عن وعي مصر الجيد جدا ولأهمية الحفاظ على الموارد المائية، اتكلم عن البحرين الأحمر والمتوسط وموقع مصر ومساهمة وجود البحار اللي بتحيط بمصر في حضارة مصر اللي كل العالم يعرفها. الرئيس كمان اتكلم عن قناة السويس واللي ساهمت وما زالت بتساهم في دفع حركة التجارة الدولية بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. النهاردة على هامش هذه القمة الكبيرة واللي فيها دول كبرى ورؤساء وزعماء من الدول الكبرى، قمة محيط واحد، كمان كان في قمة مصرية فرنسية بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسفير بسام رودي صرح بأنه اللقاء كان بيتناول متابعة عدد من الموضوعات تخص العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا. اللي فينا متابع هيعرف أنه في خلال السنوات الأخيرة علاقات المصرية الفرنسية تطورت بشكل محدد على أصعدة محددة. التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي حقيقي واضح، التجاري والعسكري والأمني. أيضا كان على هامش اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار تشاور مكثف بين مصر وفرنسا فيما يخص قضايا إقليمية كثيرة ذات الاهتمام المشترك. مصر وفرنسا تربطهم علاقة ليها خصوصية شديدة، وكثير ما التعاون المصري الفرنسي كان مؤثر وفاعل كمان حتى على المستوى السياسي. في خلفية كل هذه الموضوعات اللي طرحت في قمة محيط واحد، احنا كمان عندنا بعض الأسئلة اللي محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عنها، مش بس في العلاقات المصرية الفرنسية، لكن في رؤية العالم لهذه المبادرات والفعاليات وتأثيرها. متشرفين أنه معنا أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير عليك أستاذ عماد. مساء الخير يا فندم، وعليك وعلى كل السادة المشاهدين. أستاذ عماد، قمة محيط واحد يمكن إحنا متابعينها من الجانب المصري بمشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته وكلمته النهاردة، لكن كمان إحنا محتاجين كمان نفهم تفاصيل وخلفيات إجراء هذه الاجتماعات الدولية اللي على مستوى كبير، وإيه الأمور الأساسية المطروحة على أجندة هذه القمة؟ القمة دي هي سلسلة من تحركات فرنسية ودولية، بس فرنسية بالأساس،
معالجة ظواهر التغير المناخي وتأثيرها الخطير على العالم ومستقبل العالم. نعلم أن فرنسا كان فيه قمة المناخ، قمة باريس اللي هي من حوالي 7 أو 8 سنين، اللي كان فيها تعهدات مهمة جدا لحماية المناخ وحماية البيئة، وكان الرئيس بالمناسبة رئيس عبد الفتاح السيسي حاضرها، وهو خرج التعهدات كبيرة من هذه القمة، لكن للأسف الشديد العالم أو الدول الكبرى لم تلتزم بمعظم هذه التعهدات. وجرى بل يعني بعدها سنة واحدة لما جه أو سنتين دونالد ترامب رئيس الأمريكا انسحب من اتفاقية باريس، لكن الرئيس الجديد جو بايدن عاد للالتزام بهذه الاتفاقية. شفنا في نوفمبر الماضي كاب 26 في جلاسكو في اسكتلندا، وكان مؤتمر في غاية الأهمية، وكان فيه صراع كبير جدا بين دول العالم حول من الذي يتحمل فاتورة إصلاح الظواهر المناخية التي تهدد العالم يعني بتهديدات خطيرة جدا. ونعلم تماما انه المؤتمر الجاي في نوفمبر الجاي في هيكون في شرم الشيخ مصر. المشكلة الكبيرة هي ان الذين يتسببون في يعني دمار الكوكب او المسؤولين الرئيسيين لا يريدون ان يتحملوا التكلفة. الصين والولايات المتحدة، الصين هي المتسبب الأكبر الآن، الولايات المتحدة هي المتسبب التاريخي في التلوث، الدول الصناعية الأكثر تصنيعا هي الأكثر تلويثا للبيئة والأكثر تسببا في ظاهرة التغير المناخي. أنا بذكر هنا كلمة الرئيس فعلا في مؤتمر شرم الشيخ الماضي، في مؤتمر منتدى شباب العالم، لما اتكلم أن مصر من أقل الدول تأثيرا أو تسببا في أضرار مناخية، لكنها من أكثر الدول المهتمة بمناقشة القضايا المناخية. بأكد طبعا قارة أفريقيا حضرتك كلها لا تتسبب في أكثر من 2% من التغيرات المناخية العالمية أو الانبعاثات التي تسبب التغيرات، في حين ان هي الاكثر تعرضا وتضررا من الظاهره. المفروض الدول المؤتمرات الدوليه المتلاحقه اقرت حزمه تمويل منها 100 مليار دولار للدول الفقيره او الدول الاكثر تاثرا، لم يتم الالتزام بهذه الاموال حتى هذه اللحظه. وبالتالي مؤتمر كاب 26 حاول ان يعالج هذا الامر، نجح جزئيا. الامل الكبير ان مؤتمر شرم الشيخ يستطيع ان يصل الى حلول لهذه الظاهره الخطيره. نعلم ان العالم كله بيقول ان احنا المفروض نرجع 4 درجات، نرجع لدرجه الحراره اللي كانت موجوده من بدايه العصر ما قبل عصر الفحم اللي هو الوقود الاحفوري الذي تسبب في هذه الظاهره. هل يستطيع العالم ان يلتزم بده؟ انا شخصيا من خلال المتابعه والقراءه اشك كثيرا، لانه عشان تلتزم بهذا المعدل لازم الدول دي تعمل تنميه نظيفه. تقدم هيتكلف فلوس كثيره، فبالتالي السلعه الرخيصه اللي بيبيعوها لنا مش هتتباع سلعه رخيصه. بالظبط. وبالتالي لازم الناس دي تاخد قرار او تؤمن انه تكسب قليلا مقابل ان تحافظ على الكوكب باكمله، او تواصل النهم والطمع والشره الظاهره اللي موجوده والكوكب باكمله يتعرض لاخطار وتهديدات جسيمه. بس الكلام اللي حضرتك بتقوله خطير جدا، لانه دايما بيجي على بالي سؤال انه اذا كانت الدول العظمى الاكثر تاثيرا لانها دول صناعيه، ما هي كمان هتكون الاكثر تاثرا؟ يعني سؤالي زي ما احنا بنقرا كمان انه حتى مصادر الطاقه البتروليه دي في سبيلها الى النفاذ في خلال 50 سنه، فالعالم كله عارف. فهل سؤالي تحديدا، هل التغيرات التكنولوجيه بتفرض علينا طاقه نظيفه، ولا دي برضو ما زالت رفاهيه الشعوب محتاجه تحسم قرارها فيها؟ الاقتصاد للاسف هو اللي بيوصل، هو اللي بيجيب على هذا السؤال، بمعنى انه لما حضرتك تعملي تقدم يكلفك سلعه تكلف انتاجها 100 جنيه او 100 دولار بطاقه نظيفه، بالطاقة النظيفة، لو عملتيها بالطاقة الفحم أو الطاقة الإحفورية هتكلفك 40 دولار. بالزبط. فبالتالي بيبقى في مكسب 60 دولار. ترامب وواحد زي الرئيس البرازيلي جاييرو بولسونارو، الراجل بيقطع الغابات الأمازون بشكل رهيب. تقطيع الغابات ده بيؤدي إلى إيه؟ الغابات بتمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي قطعها بيساعد في زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون. فانت بتندفع كعالم بسرعه قصوى جدا الى دمار الكوكب، لانه الاغنياء او المستفيدين من
هذه الظواهر لا يريدون ان يتخلوا عن المخاسب بتاعتهم. فبالتالي للاسف الشديد التقديرات بتقول انه لن يفيق العالم الا على وقع يعني كارثه كبرى لا قدر الله، او ان تحصل معجزه والناس تدرك انه يعني عمار ومستقبل هذا الكوكب وسلامته وامنه بالزبط. يتطلب من الجميع ان يتخلى قليلا عن انانيته وجشعه. او اسال برضو حضرتك سؤال بطريقه اخرى، انه او ان الصراع الصيني الامريكي الصراع الاقتصادي بالاساس ممكن ان يكون يعني احدى وسائل الضغط هي الضغط من اجل الطاقه النظيفه، هل تتوقع سيناريو كهذا في ظل الاداره الامريكيه الجديده؟ لا أظن للأسف الشديد هذا الأمر. الصراع بينهم ليس حول الطاقة النظيفة، الصراع بينهم حول من يقود العالم ومن يظل هو الذي الأكثر تقدما اقتصاديا والأكثر دخلا. لكن لم نرى إطلاقا أنهم يتصارعون على من يريد أن يكون الأكثر نظافة في البيئة. كل التعهدات اللي طلعت من القمم العالميه اقصد انا بقصد فرض عقوبات، فرض يعني قرارات اكثر حسما اكثر الزاما، ده اللي بنتوقعه من من الذي يستطيع ان يجبر امريكا والصين ان تتراجع وتتخلى. للاسف الشديد لا توجد منظمه عالميه تملك قرارات نافذه واجراءات او قوات امميه تستطيع ان تجبر هذه البلدان، او على الاقل اجراءات واليات تجعلها يعني تلتزم بهذه الاجراءات. وبالتالي اغلب الظن انه التعهدات الكثيره التي صدرت من العديد من الدول الكبرى الاكثر تصنيعا، وهي تقريبا امريكا، الصين دلوقتي، امريكا، الهند، روسيا، اوروبا مجتمعه، هي دي الدول اللي لانه القادر. الصناعات التقدم الصناعي بالشكل الحالي بتاعه وبالطاقه بتاعته بيؤدي الى مزيد من الانبعاثات الغاز الدفيئه وغاز الميثان. الغاز النظيف بيحتاج تكلفه اكثر. هل على سبيل المثال هل لو احنا قررنا ان احنا نندفع الى الطاقه المتجدده التكلفه بتاعتها عاليه، حينما تكون هذه التكنولوجيا باسعار رخيصه انا اظن ان وقتها ممكن الناس تبتدي تتخلى عن التصنيع الذي يتسبب في مزيد من الانبعاثات الكربونيه. إذن يعني يبدو كده انه لا نريد ان نكون يعني متفائلين اكثر من اللازم من التزام العالم، لكن حتى بحسب تصريحات القاده في قمه محيط واحد بتحدثوا عن التزامات طموحه وثابته. خلونا بقى نعرف تفاصيل أكثر عن قمة محيط واحد واللي بتشارك فيها الزميلة العزيزة ريهام السهلي. تكلمنا عن تفاصيل أكثر من قمة محيط واحد من هناك إليك الزميلة العزيزة ريهام السهلي، أهلا بيكي. أهلا بيكي دينا، برحب بيكي من مدينة بريست في شمال غرب فرنسا. هذه المدينة والميناء البحري اللي بيقع على خليج الباسك وعلى بحر المونش، والحقيقة أنه هذا المكان بيحتوي على أنشطة كثيرة قائمة على البحار مثل الصيد مثلا، النقل البحري. هناك حوالي 30 ألف شخص هنا يعمل بمهنة الصيد، وبالتالي يمكن كان منطقي إقامة هذه القمة هنا في مدينة بريست. القمة تمت على مدار 3 أيام، أول يومين كانوا workshops أو ورش عمل واجتماعات للمتخصصين في هذا المجال، مجال المحيطات والبحار والعاملين فيه أيضا. أما اليوم فكانت القمة اللقاء ما بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من رؤساء الدول اللي تم دعوتهم، وكان طبعا الرئيس السيسي له حضور بارز وكلمة الحقيقة مهمة جدا. النهاردة حضر الرئيس السيسي هذه القمة وتحدث عن المخاطر والتحديات التي تواجه المحيطات والبحار، وتحدث عن مصر وكيف أن مصر تهتم بشكل كبير بالبيئة وبالمناخ وأيضا طبعا بسلامة البحار والمحيطات، وأن هذا الأمر ليس بجديد علينا، وأن مصر يعني تهتم جدا بالقوانين المنظمة لهذا العمل، وهي تعرف قيمة الحفاظ على البحار حيث أنها تقع على بحرين، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر
الأحمر أيضا. تحدث الرئيس السيسي عن التحديات اللي بتواجه البحار، عن التلوث البلاستيكي وما يسببه من مخاطر على سلامة البحار، تحدث عن تغير المناخ وكيف يؤثر على سلامة البحار وعلى سلامة الحياة البحرية أيضا، يعني ما يسكن داخل هذه البحار يتأثر بالتأكيد بشكل كبير من قضية التغير المناخي، لأنه بيؤثر على حرارة المياه، بيؤثر على الأكسجين، يعني بيقلل أو بيحدث هناك نقص في الأكسجين بسبب هذه التغيرات المناخية. وبالتالي الرئيس السيسي يعني أشار إلى أنه وأعلن إلى أنه إن شاء الله في القمة القادمة، قمة المناخ، قمة الأطراف 27، قمة المناخ اللي هتعقد إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ نهاية هذا العام، أنه سيكون هناك اهتمام بهذه القضية، التغير المناخي وتأثيره على البحار والمحيطات، وسيكون هناك حلول علمية عند انعقاد القمة التي ستبني على ما سبقها أيضا من نتائج في القمة اللي قبلها، اللي هي قمة الأطراف 15 اللي هتكون في لشبونة في شهر يونيو المقبل. هذا فيما يخص مشاركة الرئيس السيسي. وطبعا كان له عدد من اللقاءات المهمة، التقى برئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فوندرلاين، وكان هناك تأكيد من الرئيس على اعتزاز مصر بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، على تطلعها الحقيقة للتعاون سواء حاليا أو في الفترة المقبلة في عدد من الملفات، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أيضا. هناك عدد من الملفات التي يعني يتم تناولها ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر. أيضا كان للرئيس لقاء مع رئيسة وزراء تونس السيدة نجلاء بودن، وأكد الرئيس دعمه للشعب التونسي ودعمه للقيادة التونسية واعتزازه بالعلاقات ما بين البلدين. كان له أيضا لقاء مع رئيس وزراء النرويج، وطبعا تحدثوا عن العلاقات ما بين البلدين التي نمت في الفترة الأخيرة، وتحدثوا عن الملفات المختلفة بما فيها، بما أنه نتحدث عن المحيطات والبحار، بما فيها النقل البحري. أيضا كان له لقاء بالتأكيد مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، وتناول القضايا المشتركة ما بين البلدين، خصوصا أنه البلدين نمت العلاقات بينهما بشكل أكبر خلال الفترة اللي فاتت، أصبح هناك تقارب أكبر بين الرئيسين وبين الدولتين، وهناك الحقيقة اتفاق في الرؤى ووجهات النظر بشكل كبير، وتوافق فيما يخص القضايا اللي بتهم البلدين، القضايا الكبرى أو القضايا المشتركة اللي بتهم البلدين. ثمن الرئيس الفرنسي على موقف مصر من ليبيا، وجهود مصر في صون الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا، وأيضا تحدث الرئيس الفرنسي عن القمة القادمة في مصر، قمة المناخ في آخر هذا العام ونهاية هذا العام، وقال إن هو مستعد لأي نوع من التعاون يعني ما بينه وما بين مصر في هذا الشأن. هذا بالنسبة للقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا. خليني أقول لك إنه القمة طبعا أنهت أعمالها بإصدار وثيقة التزامات من القمة. هذه الوثيقة تركز على حماية المحيطات والبحار، على حمايتها من التلوث، من الصيد الجائر، على وضع أطر وقوانين تلتزم بها هذه الدول التزاما وتعهدا يعني سياسيا، وأيضا من قبل الشركات التي شاركت في هذه الاجتماعات. أيضا كان هناك إعلان مهم ومنتظر الحقيقة بقاله عدد من السنوات منذ 2018، وكانت تسعى أو يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون هناك معاهدة لحماية أعالي البحار، تحديدا البحار التي ليس لأي دولة سيادة عليها. هذه البحار لم يكن هناك حماية الحقيقة من طرف واضح بالنسبة لها، وبالتالي هذه المعاهدة هي أمر مهم كان من المفترض أن تتم في 2018، ولكن بعد ذلك جاءت ظروف كورونا وتأخرت هذه المعاهدة حتى الآن. أعلنت النهاردة رئيسة المفوضية الأوروبية أنه تم التوافق على أن يتم الانتهاء من هذه المعاهدة، وقالت أنه يعني سيحاولون أن هم ينهوها هذا العام، وهيكون يعني الموقعين عليها أو المصدقين عليها دول الاتحاد الأوروبي كلها بالإضافة ل13 دولة أخرى.
أيضا جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ والذي كان حاضرا للقمة تحدث عن أن بلاده أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم وتقف وراء المفاوضات الخاصة بالتلوث البلاستيكي والحد من مشاكله وذلك برعاية الأمم المتحدة. وطبعا دي أيضا خطوة مهمة جدا حيث أن البلاستيك ونفايات البلاستيك هي بتشكل خطورة كبيرة جدا على سلامة البحار وعلى سلامة الكائنات الحية داخل البحار. يعني دي يمكن صورة سريعة لمدار النهاردة في هذه القمة وما نتج عنها. يعني مرة تانية برجع لك دينا وعودة إليك إلى الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا الزميلة العزيزة ريهام السهلي. وحقيقة ده خير تلخيص سواء من الناحية التاريخية عن المدينة وأسباب اختيارها، كمان الزيارة من الجوانب السياسية ومشاركات السيد الرئيس، وكمان فكرة الوعي بالمناخ والتزامات الدول الكبرى اللي وصفوها بحسب ما ذكرت الزميلة العزيزة بأنها التزامات طموحة وثابتة. العالم بقى فيه حالة من الحتمية للالتزام، وهتلاقيها أنها بتبدأ من رؤساء الدول وتنزل كده إلى طبقات أقل وإلى منظمات المجتمع المدني، إلى الحكومات اللي بتفعل هذه الخطط، حتى إلى التعليم والتوعية بفكرة حماية المحيطات والبحار وحماية البيئة والمناخ اللي ما بقتش رفاهية وما بقتش حاجة بتحصل بدافع كده أن الشعوب الأكثر تقدما أو رقيا هي اللي بتعمل ده. الحقيقة أن هي حتمية تشارك فيها كل شعوب العالم والتزام حقيقي. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم في برنامج التاسع. سيادة الرئيس قال ان هو قال ما تاخدها معاك في اللوكان ده، شاف حاجه كده لانه رهان يعني. ولما قال كده انا اتبسطت جدا، فلما خدني في المسرحيه انا اتبسطت وشرف ليا ان انا اشتغل معاه. الرساله هي ايه؟ اللي احنا نقدر احنا كاحتياجات خاصه نقدر نعمل كل حاجه، واحتياجات خاصه عدم التحدي والاراضي دي اللي احنا فعلا قد التحدي، وكلنا هنامن وهنوصل لمستقبلنا ان شاء الله. بجد انا مبسوطه قوي علشان من وانا صغيره دايما كنت بتخيل ان انا واقفه على المسرح مع استاذ اشرف عبد الباقي، ويعني انا مش متخيله ان انا فعلا دلوقتي بعمل اللي انا طول عمري بتمناه. احساس من القلب، احساس اكبر من كلمه حب. اولا انا باشرف النهارده ان نكون وزاره التضامن الاجتماعي شراكه وطيده ووثيقه مع شركه متحده لخدمات الاعلام. الحقيقه احنا يعني كنا سعداء جدا ان احنا نشترك مع بعضنا البعض عشان من خلال الفن نقدر ندعو لفكره ان ذوي الاعاقه ليسوا ذوي اعاقه، ذوي قدرات مختلفه، ذوي همم، ذوي عزيمه قويه. فكره العرض لما كان في العرض اللي هو كان باسم قادرون باختلاف، وانا حضرت وكان ليا الشرف ان انا اسال سياده الرئيس من خلال الشباب اللي كانوا موجودين معانا، فاتعرفت بيهم وكنت حابب قوي ان انا اعمل معاهم حاجه، فجت الفكره ان احنا نعمل مسرحيه يبقى فيها كل الشباب، كل بيت ممكن بيبقى فيه حد بنتقبل وجوده بالحالة اللي ربنا خلقه بيها، وبالتالي ازاي نتعامل معاه، ازاي ما نحسش بان في حاجة غريبة. احساس ان انت معايا ده دايما بيطمني، وفي وقت الجد بتكون لي سند وايديك تتمد. الرسالة دي أنا كنت منتظراها من سنين وسنين، لأن أنا قبل ما أكون في مجلس النواب أو أشتغل في المجتمع المدني أم لشاب من ذوي الإعاقة، إعاقة ذهنية، عمره 41 سنة. فمعصرة قضية إعاقة من 40 سنة، وشفت النقلة كبيرة جدا من مكانة قضية مهمشة لقضية ظهرت على أرض الواقع
قضية أولادنا بيحصلوا فيها على حقوقهم في وجود قانون أصدره فخامة الرئيس في 2018. ومعايا تملي وعمرك ما تخلت يوم عني. في ناس بتضحي بروح عشان الباقي يعيش. لما أقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. عاجبني قوي مسرح جدا جدا. أنا فخور قوي مع أشرف عبد الباقي ودوره حبيبة ده. ممثل كويس مسرح مصر. ما أقص كنا بنتدرب على طول ما كناش بنوقف ولو في حاجة غلط كنا بنقولها لبعض علشان نقدر نحسن من نفسنا أكتر أكتر. وكنت بتقول إيه؟ جميل جمال مش مثال. جميل جمال مش مثال. جميل جمال مراحة ماشي. هو عامل واحد اسمه إيه جميل وهو بيقول اسمه جميل جمال ملوش. قولها كده جميل جميل جمال مش مثال. انت هتترقص قدام الكاميرات عيب تترقص. لو أقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش ما تكفيش. شكرا ما تكفيش. شكرا ما تكفيش. والحسن الحظ عرض ممتاز جدا 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 وأنا فرحانة بيه جدا والله بالأطفال يعني والشباب اللي هم ذوي الهمم. أنا واحدة من الجمهور واتبسطت جدا بالمسرحية النهاردة. الرسالة وصلت ووصلت بشكل يعني دقيق ومباشر وفرحتنا وأسعدتنا وخلتنا برضو نتفاعل معها بإحساسنا. ويعني بجد هم عملوا مجهود أكتر من رائع بصراحة. وقت ما بحتاج لك تبقى معي ما بتسيبنيش. لو أقول لك شكرا الحقيقة مش قادرة أخبي ولا بطل ابتسامة طول ما أنا بتفرج على التقرير. مبسوطة ومستمتعة وحاسة بجزء من إنسانيتي بتسترد كده. إحنا ساعات الزحمة والدوشة والأخبار بتاعة العالم تخطف مننا شوية حاجات كنا نعتقد إن هي بديهية. إحنا طبعاً بنحترم الجميع وطبعا عندنا قدر من الاهتمام بأي حد من ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. بس الحقيقة إحنا كلنا قصرنا وأخطأنا وأثرنا معهم جدا على فترات طويلة جدا. كان ذوي الهمم وأهليهم الحقيقة بيعانوا من أول التسهيلات في الشارع وفي الأماكن العامة وفي المواصلات لحد أننا نشعر بوجودهم الحقيقي لحد مشاركتهم الحقيقية في المدارس لحد الدمج. كل دي تحديات وغيرها من العشرات اللي ممكن أهالي وذوي الاحتياجات الخاصة بنفسهم يكلمون عنها. إزاي بقى نقلب الصورة دي؟ نقلبها بقى بكل حاجة، بالتمكين وبالقوانين وبالدعم وبفرص العمل وبالفن، لأنه الفن يجي على القمة على قمة الهرم بتاع التغيير. أنت عايز تغير ثقافتنا أو عايز ترجع تفكرنا بالمبادئ الحقيقية اللي احنا بنؤمن بيها، اعمل ده من خلال الفن. اللي احنا بنشوفه لقطات من افتتاح او العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا اللي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. العرض بيعد أول وأكبر عمل مسرحي بيضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم. النجم الكبير زي ما احنا شايفين كده أشرف عبد الباقي هو مخرج هذا العمل وأحد المشاركين فيه كمان، والفنانين إبراهيم سمير وعلي المصري ملك ياسر وشريف حسني وأسماء كتيرة جدا مهمة. لكن بصراحة مع احترامنا لكل الفنانين اللي خطف عينينا وقلبنا وخلانا نحب اننا نشوف المسرحية دي، وانا بشجع ناس كتير قوي انها تروح وتحضر العرض المسرحي، هم ابطالنا من ذوي الهمم او ذوي القدرات الخاصة. احنا معانا على تليفون استاذة اميرة عرفة والدة احمد طارق واحد من الابطال في مسرحية كنز الدنيا. مساء الخير استاذة اميرة. مساء النور لحضرتك. متشرفين انك معانا. ربنا يخليكي. شكرا. احكي لي عن مشاركة احمد في المسرحية وكواليس التحضيرات اللي انا متأكدة انها كانت صعبة ومرهقة.
هي مشاركة أحمد بدأت من بعد حفلة قادرون باختلاف لما اشترك قدام الرئيس وكده، وأحمد قال إن أنا فنان كوميدي، فأستاذ أشرف عبد الباقي يعني ألقى الضوء عليه وكده. هو كان معانا، كان ضيفنا في البرنامج صح كده؟ أيوة. مش أنت يا أستاذة أميرة، أنت البطلة. ربنا يخليكي يا رب، شكرا لحضرتك. بس فلقيت استاذ اشرف اتواصل معايا وقالوا لي احمد معانا ان شاء الله في المسرحيه، وعمل له دور ان هو طالب في مدرسه، وان هو احمد اصلا اول جمهوريه القاء شعر، فهو طالع في المسرحيه ان هو طالب وبيلقي قصيده في المسرحيه وكده. اللي انا عرفته انه مش بس امبارح كان حفل الافتتاح، لكن كمان في عروض مستمره، في عرض النهارده كمان. ان شاء الله هو العرض شغال دلوقتي. طيب غششينا بقى مواعيد العروض والمسرحيه مستمره لقد ايه؟ يعني في موسم لا مسرحي؟ لا هو تقريبا قالوا النهارده اخر يوم، كانت امبارح والنهارده ان شاء الله. امبارح والنهارده، لكن طبعا بيتم تصويرها تلفزيونيا عشان تذاع. ايوه ان شاء الله باذن الله هتذاع باذن الله. طب احنا متشوقين، انا كان نفسي تمتد اكتر من كده. طيب انا عارفه احمد وذكائه وقدراته اللي حقيقي مميزه، اللي تدريب المسرح فرق مع طارق او مع احمد ازاي؟ وحسيتي انه حتى نفسيا او على المستوى التشجيع، لان هو متعدد المواهب، هو مبسوط جدا وحاسس بقى، يعني هو اول مره يمر بالتجربه ديت، فكانت بالنسبه له هو سعيد جدا. يعني النهارده وانا جايه بيقول لي يا ماما انا زعلان النهارده اخر يوم، انا حبيتهم جدا ومبسوط بفريق العمل، وفعلا يعني وبنشكر استاذ اشرف على دمجه لاولادنا في هذا العمل. يعني عدد الابطال تقريبا قد ايه من ذوي الهمم؟ حوالي 20، منهم باليه ومنهم فقرات، يعني ده بيقدموا فقرات وبيشاركوا في السيناريو بتاعهم. حوالي 20 ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه اميره. شكرا. طول الوقت انت واحده من النماذج المبشره والمبهره والملهمه للامهات اللي بياخدوا بايد ولادهم بشكل حقيقي على الارض. انا عارفه ان كل امهات الابطال هم ابطال، لكن كمان في نماذج بتلمع، وبسبب انه الام بسرعه بتتدارك الفكره او الصدمه الاولى بتاعه ان هنعمل ايه، الى اننا عندنا حاجات كتير قوي نعملها، وهنا بيجي الدور كمان على الدوله وعلى المجتمع. بكرر شكري لاي حد فكر وخطط وحط في حساباته، ومتشوقين ان نشوف مسرحيه كنز الدنيا كمان بعد تصويرها ان شاء الله. بعد الفاصل هنكمل معاكم ان شاء الله في التاسعة. مساءكم خير. وبعد ما انتهى معرض الكتاب والزخم الكبير اللي كان حول الكتب، بقينا اللي فينا بيقعد يركز كده في التفاصيل، يقول إذا كانت الزحمة شديدة كده قوي في معرض الكتاب، وما ليه احنا طول السنة بنشتكي من انه القراية مش بخير قوي، وانه الثقافة بعافية، وان عندنا مشاكل حقيقية في الاهتمام بالكتاب. والواحد فينا كان يتمنى يقول انه يا سلام لو القراية تطلع موضة، تبقى ترند. هي بالمناسبة موضة في بلاد كتير، هي موضة وشياكة وواجهة، وانك ما ينفعش تقول ان انا ما بقراش لانها عيبة كبيرة قوي. احنا عندنا هنا لسه ما وصلتناش الثقافة دي، لكن احنا كمان جمهور غني جدا للترند، واحنا ملوك الترند، احنا نعرف اي حاجه نخليها تضحك ولطيفه ومبهجه. في ترند لطيف نقدر نقول انه من مكتسبات معرض الكتاب السنه دي، انه الكتاب والمثقفين واللي بيهزروا وما لهمش في القرايه خالص اجتمعوا على ترند واحد، ودي هي المعجزه هنا، انه ترند الغلاف الموازي. في خلال ساعات قليله بقينا صحينا الصبح كده لقينا ناس بتحط أغلفة موازية، تحط أسماء كتب حقيقية لكتاب حقيقيين. ويمكن الميزة بقى إن احنا في كتب ما كناش نعرف أسماءها وما نعرفش مين اللي كتبها، لكن بسبب الهزار والكوميكس اللي طلعت بقت معروفة، على الأقل عرفنا أسماء الكتب. ترند الغلاف الموازي حقق نجاح شديد جدا، لدرجة إن بعض الناس قالت يا سلام لو الكتب التقليدية تبقى أغلفتها ظريفة ومبهجة كده يمكن مبيعاتها تبقى أعلى. الغلاف الموازي هو واحد من الترندز، إنه لو كتبت بس هاشتاج غلاف موازي هيطلع لك كمية من عناوين وأسماء الكتب فظيعة، حاجات قديمة وبجبروت المصري عارف يجيب لها صور وكوميكس وصنعوا لها أغلفة جديدة.
حاجة مبهجة ولطيفة وجميلة، لكن كمان عايزة أعرفكم بصاحب الفكرة. مين أول واحد قال نعمل غلاف موازي؟ مين اللي فكر في الفكرة دي؟ ونسأله بقى عن ردود الفعل ورأيه فيها المترجم والناقد الأستاذ محمد الفولي، صاحب فكرة ترند الأغلفة الموازية. مساء الخير عليك أستاذ محمد. مساء النور، أهلا بحضرتك. احكي لي بس، أنا أسفة يعني في استخدام الجملة دي، بس القلشة ابتدت إزاي؟ هي القلشة ابتدت على نفسي مبدئيا يعني. انا في البدايه يعني زي ما حضرتك قدمتيني، انا مترجم وكنت ترجمت حوالي 16 عمل عن الاسبانيه بس. فكنت البدايه كنت بعمل كوميكس وميمز على اربط مشاهد او لقطات من افلام ومسلسلات عربيه كوميديه بمشاكل بتقابلني في الترجمه وانا بترجم، بس كنت برفعها عندي على صفحاتي الشخصيه مخليها مقتصر على الاصدقاء فقط. بعد كده قبل المعرض جت في دماغي فكره ان انا اعمل فكره الاغلفه الموازيه ديت بلقطات ومشاهد كوميديه من مسلسلات افلام عربيه قديمه نوعا ما على الترجمات اللي انا قدمتها للقارئ العربي يعني. حلو. بس بعد كده في خلال المعرض بقى نفسه برضو كنت قاصر المنشور دوت على الاصدقاء بس، لان انا نوعا ما شخص خجول والموضوع ما اتفجر مش عارف اتعامل مع اي حد دلوقتي يعني. بس عملت بقى المنشور اللي هو اللي فيه ترجمات بس مش بتاعت انا، نفس فكره الاغلفه الموازيه، والمره دي ما خليته ان هو يبقى بابليك او عام يعني. نمت وصحيت زي ما حضرتك قلت بالظبط، لقيت الموضوع مفرقع بالطريقه ديت وكانت مفاجاه بالنسبه لي، لان يعني انا كنت بهزر بس مع اصحابي، وبعد كده فجاه لقيت ان مصر كلها بتهزر معايا يعني. انا مثلا اخوه كرامازوف ده وقعني من الضحك مثلا لما معمول يعني، في حاجات فعلا ذكيه حلوه يعني. انت اللي ابتديت بدول مجموعه؟ انا بدات بدول، ويعني انا ما فيش انا يعني كان الاول حاجات على يعني بتخص ترجماتي انا، وكنت على قصيره على اصدقائي بس. لما عملت ترجمات تانية وعملت المنشور عام لقيته انتشر بالصوره ديت. ايه الزاويه الايجابيه بقى من الموضوع؟ انا مشكلتي في الحياه ان احنا بناخد الحاجه العميقه ونهزر عليها، فساعات نبوظ العمق. يعني انا شايف لا، بس انا شايفه هنا في حاجه حلوه. فعلا هي اول حاجه ايجابيه ان هو في نوع من البهجه، دي اول حاجه ايجابيه بغض النظر عن اي حاجه ثانيه. النوع البهجه الموجود دوت ومشاركه كل يعني كل الاطراف بتاعه الموجوده في الوسط الثقافي من ناشرين ومن مترجمين ومن مؤلفين ومن قراء، اول مره الاربع اطراف دولت يشتركوا في حاجه واحده وبنفس البهجه ديت يعني. يعني حاسس ان بقى في تواصل اكبر بين الجهات الموجوده في صناعه النشر من صانعين ومن متلقين. ده جزء تاني. الجزء الثالث ان بالفعل انا شفت تعليقات من قراء على تويتر او على فيسبوك، ان هو يعني زي ما حضرتك قلتي في عناوين ما كانوش عارفينها اتعرفوا عليها من الترند دهوت وزودوا قائمه القراءات بتاعتهم. في ناس ما كانتش القراءه داخله من ضمن اهتماماتها، فالترند دوت بخفه الدم اللي فيه لفت انتباههم ان هم عايزين يقروا عناوين معينه. فدي شايفها حاجه يعني ايجابيه جدا، ان يعني تعتبر كانها يعني دعايه او بالظبط هي دعايه لكتب ولكتاب مؤثرين، لانه اتعملت اغلفه لكتب مهمه ومؤثره يعني، حاجات كده في ميزان الثقافه توزن بالظبط. وهو الناس هي اللي خدت الترند للحته الثانيه يعني. هي يعني ده ابداع الناس. ان هو الفكره كلها يعني انا عملت حاجه ما كنتش عارف ان هي هتبقى بالطريقه ديت، والناس هي خدت بابداعها وبنشر الموضوع ده الطريق لحته ثانيه وطلع افكار جميله جدا يعني. لا، بما انك نجحت السنه دي في انك تخلينا نعرف اسماء الكتب، السنه الجايه عاوزينك تطلع لنا ترند المعالجه الساخره للكتب، اي حاجه تخلينا نقرا اكتر. بشكرك شكرا جزيلا المترجم والناقد الاستاذ محمد الفولي، صاحب فكره ترند الاغلفه الموازيه. تاني اللي ما يعرفش ايه ترند الاغلفه الموازيه، بس انا اعتقد ناس كتير عارفاه، اكتب كده هاشتاج الاغلفه الموازيه، هتلاقي ان المصريين قرروا انهم يعيدوا اغلفه كل الكتب العالميه والمحليه وعملوا عظمه. ففعلا هي فكره لطيفه اننا نرجع نفتكر اسماء كتب. بذكر بقى العظمه اللي احنا بنعملها كمصريين، احنا عارفين دايما انه في متابعتنا لكره القدم كده عندنا تصنيفات، فنقول اهم حاجه نشجعها المنتخب، وبعدين كل واحد بيشجع ناديه، ففي دوري الدرجه الاولى دوري الممتاز، وبعدين دوري الدرجه الثانيه، ودوري الدرجه الثالثه فرقه درجه رابعه، وهكذا. فاحنا عندنا تصنيفات، وعندنا بالمناسبه موهوبين في كل هذه الدوريات، واي حد بيلعب كوره في مصر هو موهوب بشكل ما. لكن اللطافه بتاعه القصه الجايه دي انه دايما دوري مثلا الدرجه الثانيه يتمنى يقول لو عندنا شويه امكانيات، لو نعرف نجيب لبس للعيبه، لو نعرف نجيب لعيبه اللي نخليهم يتفرغوا،
اللي حصل بقى انه واحد من نقدر نسميهم من نوادي دوري المظالم، دوري بيتقال عليه المظالم انه ما عندوش متابعه كفايه، مش بنتابعه كفايه، ما عندوش جماهيريه. واحد بقى من هذه الانديه مش بس بقى عنده لبس للعيبة ولا عنده قدرة على انه يجيب لعيبة كويسين، لا الحكاية عدت. الموضوع بقى ان احنا عندنا مدرب اجنبي مخضرم والسي في بتاعه قوي جدا لفريق من اللي بنسميهم اندية الدرجة الرابعة، نادي مكادي. نادي مكادي واحد من اندية الصعيد، واستقدم مدرب انجليزي مخضرم اسمه دون شانكس. والراجل ده لما الناس دورت بقى في السي في بتاعه، هذا الرجل درب عمالقه في الكره الانجليزيه، درب فولهام، بيرني، وكوينز بارك، وبرايتون، وعنده مسيره طويله جدا في دول كتيره. فريق مكادي بالمناسبه يعني من الفرق المميزه جدا، طبعا مش بس بذكر المدرب اللي بيشرف عليه شانكس، لكن هو بيحقق نتائج في الفترة الأخيرة كويسة جدا، إنه تصدر المجموعة الثانية في منطقة الأقصر ب 24 نقطة، فاز للثمان مباريات متتالية أمام فرق من مختلف محافظات مصر. الحاجة اللطيفة في القصة دي إنك تقدر تقول إن الحلم أو الشكل المثالي اللي إحنا بنتمناه نقول إنه تصعد الأندية دي، وإنه الخبرات تتراكم، فنلاقي في الدوري الممتاز أسماء جديدة ونوادي جديدة، ويبقى في زخم كده في الحياة الكروية. اللي بيحصل ده بالشكل الاحترافي ده يقول لنا إنه ده سيناريو ممكن. إحنا معنا على التليفون الأستاذ أحمد الصحيفي، رئيس نادي مكادي. مساء الخير عليك أستاذ أحمد. مساء الخير يا فندم. أستاذ أحمد، يعني طبعا ناس كتير ما تعرفش الشكل المؤسسي والعمل المنظم اللي واضح إنه بيؤدي بيكوا لنجاحات كده متتالية في إدارة النادي، لكن احنا عايزين نسمع من حضرتك خلفيات إدارة النادي، مش بس فكرة ان مدرب اجنبي، احنا ما عندناش عقدة الخواجة ولا حاجة، بس احنا مبسوطين بالنتائج وبالنظام وبطريقة التفكير. طبعا هو طبعا الحمد لله احنا اسسنا نادي مكادي يعتبر 2021 على غرار نادي الجونة بالظبط، زي ما اسسنا نادي الجونة وصعدنا بيه من درجة رابعة للممتاز. الحمد لله اسسنا نادي مكادي برضه بنفس الطريقه. وفكره ان نجيب مدرب اجنبي، لان احنا كنا عملنا التجربه دي برضه في نادي الجونه، وطلع من تحت ايد المدرب الاجنبي لعيبه كتير حاليا كان ماشيين، حاليا كلهم بيلعبوا في دوري ممتاز، كان احمد عفيفي ولا سولاري ولا كريم بامبو وعمرو بامبو وحضري ومؤمن وعلاء، كلهم يعني طالعين من تحت ايد المدرب، لان احنا يعني فكرنا كله ان اهم شيء الاساس ان تاسس اللاعب صح، وتاسس المنشاه كلها والنادي بتاسس صح، لان التاسيس الصح هو اللي بيخلي فيه استمراريه فيما بعد. التاسيس الصح بمعنى من اول اكتشاف المواهب لحد فريق الناشئين لحد التغذيه، كل العوامل دي على مدار سنوات التحضير دي. بالتاكيد، لان هو لو ما كانش اللاعب اتاسس من هو صغير وهو ناشئ مش هنعرف نستفيد منه لما يكبر، فلازم يكون من الاساس ان هو صح، والنادي نفسه كمان بنحط اسس بنمشي عليها من درجه رابعه، يعني بنشتغل شغل احترافي، يعني بحيث ان احنا بنعمل خطه ان خلال ان شاء الله ثلاث سنوات يعني نكون او اربع سنوات نكون وصلنا لدوري ممتاز ان شاء الله، ويكون لنا استمراريه في الدوري الممتاز وفي قطاع الناشئين وفي لان احنا دايما يعني ان شاء الله من بدايه الموسم القادم كمان يعني هيبقى في قطاع ناشئين كامل، بحيث ان احنا نقدر نعمل قاعده ناشئين للنادي، ونقدر يعني يبقى في تاثير صح للاعيب، لان ده الناقص عندنا في الكره في مصر، لان اللاعب لو عدى احنا بالنسبه لنا لو عدى 17 18 سنه وما لعبش فريق اول بيعتبر يعني كبير. يعني زي فكره محمد صلاح، محمد صلاح احترف وهو لسه صغير بالظبط، عشان كده انه قدر يكون فيه استمراريه. فان شاء الله يعني احنا ماشيين بخطه متوازيه كده، زي نفس خطه نادي الجونه. نفس خطه نادي الجونه، لا لانه بالزبط. حضرتك يعني واضح جدا نادي الجونه ومكادي هي انديه اشتغلت فعلا بشكل مؤسسي وحققت نتائج. حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، خطه الاربع سنين اللي جايين، فاحنا عارفين احنا رايحين فين، بس بعض الناس هتقول طب ما هي متوفرة الموارد المادية، فهل وبالتأكيد مدرب أجنبي فبيتقاضى أجر كبير، تأسيس يعني التزام اللاعبين ده ليه تمن،
هل بس العنصر المادي هو الأساس في أنه يبقى عندي نادي قوي؟ وكلمنا بصراحة يعني. لا هو الأساس طبعا العنصر المادي ده بالتأكيد، بس العنصر المادي لوحده ما بيكفيش أن أنت توصل للهدف اللي احنا عايزينه. لازم يكون في العنصر المادي زائد الخبرات، يعني لازم يكون في خبرة برضو في الإدارة، خبرة في التدريب، ان نقدر نوصل بنرسم خطه ان احنا نقدر نوصل بيها الهدف بتاعنا. لكن العنصر المادي في تجارب كتير مش عايز اذكرها يعني، في ماديات كتير جدا، لكن للاسف يعني لحد دلوقتي مش قادر. وانا مش هضرب مثل بعيد، انا هضرب مثل على نادي الجونه. احنا لما صعدنا اول سنه وجبنا استقطبنا لعيبه بمبالغ يعني كبيره ولعيبه معروفين، للاسف قعدنا لحد اخر اسبوع واحنا مهددين بالهبوط. فكده العنصر المادي مش كافي قد ما يكون في عنصر خبره موجود بالزبط. عشان كده احنا استعنا بالمدير الرياضي وبالكابتن دون شانكس، بحيث ان احنا بنضع خطه كامله بجانب الماديات. بس حتى لو خطه كامله وما فيش امكانيات ماديه هيبقى برده مش هيحقق ده تاني. ودي اجابه متوازنه جدا ومتوقعه، لانه ما فيش رياضه بدون امكانيات ماديه تقدر تضمن كل ده. اخيرا، هل عندكم من ضمن الخطط الطويله دي خطط تاهيل اللاعبين للاحتراف خارج مصر؟ لانه في منظومه صناعه الرياضه دي نفسها، دي واحده من موارد الدخل للانديه الناشئه، فهل ده كمان في الخطه؟ والله في الخطه، وده من يعني من اوائل الخطه ان نكون في لعيبه. لان احنا لو عندنا لكل محافظه في مصر واحد زي محمد صلاح، هيبقى مصدر دخل ليها كمان للبلد نفسها، زي البرازيل. البرازيل يعني بتعتمد اعتماد كلي على الكوره وعلى التسويق الرياضي بالنسبه لها كلاعب الكوره. فاحنا برضه هدفنا ان اللعيبه دي كلها تطلع من صغرها، طبعا هيبقى في تعليم ليهم لغه بالظبط، زائد نظام غذائي معين، بحيث ان اللاعب بيقدر لو طلع يعمل معايشه بره. احنا لو طلعنا كل سنه اثنين بس لعيبه او ثلاثه كفايه علينا قوي، ده وده يدي امل لاجيال تانية، ده بالنسبه لها حلم كبير. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد السحيفي، رئيس نادي مكادي، اللي بيحقق خطه. واي حاجه، اي منظومه في الدنيا بتدار بشكل مؤسسي ووضع اهداف وتحقيق نتائج وانفاق مدروس هتجيب اجوان. يعني زي ما استاذ احمد قال، احنا عملنا النموذج ده، طبقناه في نادي الجونه، وصلنا الى الدوري الممتاز. احنا عارفين ان احنا رايحين الدوري الممتاز، الكلام يعني طول ما هو مسنود على علم بيبقى مليان ثقه. وبمناسبه العلم، احنا واضح جدا اننا في مواجهه حاجه كده العالم كله بيواجهها اسمها العادي الجديد. صناعة الإعلام وصناعة الإعلام العالمية كلها بتدار لترويج العادي الجديد في حاجات كتير جدا. إحنا كأدوات أو بأدواتنا المحلية مطلوب مننا أننا نواجه كل التيار العنيف ده من صناعة عادي جديد. عادي جديد أنه تقبل أمور غير مقبولة دينيا ولا اجتماعيا. عادي جديد يفرض علينا هو انك تقبل فكره انه الانفصال ده حاجه لطيفه جدا وحلوه. عادي جديد انك تقبل انه كل الازواج بيخونوا زوجاتهم. عادي بيروج العادي ده من خلال منظومه اعلاميه كبيره قوي بتروج ده. احنا بقى لينا في اللي في ايدينا، احنا مسؤولين عن نشء وجيل تاني طالع للدنيا هيشوف العادي الجديد ده، واحنا ما عندناش طريقه نواجه بيها العادي الجديد ده غير العلم، او غير اننا نفهم ونعرف احنا ممكن نعمل ايه لمواجهه العادي الجديد. ده موضوع حوارنا بعد فاصل قصير في التاسعة. مساءكم خير. عندنا سؤال النهارده وما فيش حد هيجاوبنا فيه غير علماء النفس والاجتماع، هي ملهاش حل تاني. يعني لو كنا سألنا المنطق فقد فشل المنطق في الإجابة، لو سألنا العقل كده فالعقل ما عندوش برضو رد، لو سألنا الدين هيقول لا صدقوني أنا ما بقولش كده، معلمناش الناس دي كده. عندنا سؤال يخص احتياج الآباء والأمهات أحيانا هم نفسهم إلى تأهيل تربوي واجتماعي قبل ما نقول إن الناس دي مسؤولين عن أجيال قادمة.
وعذرا بقى لو اي حد زعل من الكلام ده، بس احنا شفنا مثلا على مدار الاسبوع اللي فات مشاهد لتعدي اولياء امور مثلا على مدرسه لانها قامت بدورها في منع الغش. مش القصه رغم بشاعه الموضوع، مش القصه بس في انه اتخانق مع المدرسه، قصة في منطق اللي هو بيعلمه لأولاده والأجيال دي بتشوف إيه. وقيس على ده بقى لو وزارة التربية والتعليم طلبت بحث، شوف طوابير الأهالي اللي بيشتروا البحث لأولادهم بدل ما الولاد يتعبوا ويعملوا ولا سمح الله البحث. عندنا أسئلة عن من يربي الجيل الجديد في مصر، اللي بيربوا الجيل الجديد دول هم نفسهم جاهزين ولا لا؟ أنا عارفة أن سؤال صعب بس احنا قدها مش كده. انا متشرفه النهارده معايا دكتور امل شمس، استاذ علم الاجتماع، رئيس قسم الفلسفه بكليه تربيه عين شمس. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دكتور تامر شوقي، استاذ علم النفس التربوي جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. هبدا مع دكتور امل عشان هي متعاطفه مع المدرسه زيي، واكيد حضرتك أكيد كمان. اكيد وانا مفيش حد عايز ما تعاطفش معايا. اللي حصل مش بس من باب احترام المعلم والقيم العظيمه دي، لكن من باب الناس دول، من هؤلاء؟ مين دول؟ مين دول الجموع الغفيرة اللي أجمعت في لحظة إنها موافقة إن أولادهم يغشوا؟ مش بس كده، ده هم بيدعموا الغش بكل الطرق. هم ناس بصوا تحت رجليهم. يعني إيه؟ يعني بصوا رتبوا أولوياتهم إن الولاد يجيبوا مجموع عالي بس الولاد يتربوا؟ لا، ما بصوش على إن الولاد يتربوا. يعني إيه؟ المدرس أو المدرسة ده النموذج التاني بعد الأب والأم طبعا. اما جرأ الولد على النموذج الثاني يبقى اذا الدور على النموذج الاول طبعا، صح؟ فمن يعني ما نستغربش اما نلاقي ولد بيزعق في ابوه الكبير، ما نستغربش اما نلاقي ولد بيضايق ابوه الكبير، ما نستغربش اما نلاقي ولد رفع قضيه على ابوه او امه بشيء ما. حضرتك اللي نشأته وربيته على ده بمفهوم علم الاجتماع كسرت النماذج عنده، انت ماشي معاه واحده واحده بتقول ده المدرس ده مش كويس، المدرسه دي لا، ده مش عارفه ايه، لا ده اتجرأ عليه وانا بحميك في الجرأه دي. يعني اتجرأ عليه انت كطالب انك تضايق المدرس او المدرسه وانا بحمي، انا في ظهرك، انا رايح الاداره وبزعق والمدرسه وهتخانق لك وبقول ازاي يعمل وازاي وازاي وازاي، فجرأته الاول على النموذج ده. لا ده وصولا لمرحله الحسم اللي هو الامتحان، انك المفروض بشوف قدراتك واشوف كل القصه دي، وانا كمدرس بقوم بعملي وبضبط العمليه الامتحانيه. فانت لا، ده انت بتجرأني لتاني مره، خليك يا ابني مدلس، خليك غشاش، أيوة. خليك حرامي، خليك حرامي وما تحترمش الاكبر منك واكسره. فالاربع قيم دول انا اديتهم لابني بمنتهى البساطه في موقف صغير جدا. ده هو مش صغير، ده لا انا بتكلم في موقف طبعاً. موقف واحد نظريا نظريا يبدو انه موقف واحد اللي هو موقف ساعه الامتحان. فالولد ده في اعدادي، في ثانوي، في جامعه، استناه بقى بعد 10 سنين. حضرتك انت سنه اتنين ما تزعلش ما تلاقيه بيزعق في وشك، ما تزعلش ان تلاقيه بيكلمك بطريقه مش انت مش قابلها، ما كنتش بتكلم بيها الاكبر منك او ابوك او امك. حضرتك اللي علمته ده، حضرتك علمته الكذب، حضرتك علمته الغش، حضرتك علمته الفساد، علمته انه ما يحترمش النموذج، فما تلومش الا نفسك بعد كده. عايزين نقول ان ده تعلم اجتماعي سلبي او سيء، بمعنى انت عمال تقول له الفضيله في البيت وعملت لهم في صنف الشخصيه، اما طلع بره ما تحترمش الفضيله وما تسالش عنها واكذب واسرق واكسر النموذج وما فيش مشكله خالص، ده انا بسندك في القصه دي. بالزبط. فطبعا انت نشأته تنشئه انت كسرته، انت نهيت تربيته، يعني انت كسرت تربيته. هو صعبها على نفسه وصعبها على المجتمع، والمجتمع في الاخر بيستقبل النماذج دي. انا دكتور تامر ما اعرفش امتى تنتهي مسؤولية البيت وتبدأ مسؤولية الدولة في حماية الجيل اللي طالع فعلا. يعني إذا كان زي ما دكتور أمل بتقول، أنا مش عايزة فعلا أرجع يعني أحفر في الحتة دي، لأن احنا متأكدين أن دول نماذج مشوهة، مش دول الأهالي، مش دول النموذج الطبيعي للأب والأم. امتى بقى نقول انه لا، ده احنا انت ما ينفعش تبقى مسؤول عن الاطفال دول، او انتهت اهليتك وصلاحيتك في تربيه الاولاد دول؟ في حد فاصل في حاجه كده؟ لا يا فندم، انا شايف ان مسؤوليه الاسره على الاطفال ممتده طول العمر حتى بعد ما يتجوزوا، تمام؟ بس مسؤوليتهم بتقل مع نمو وتطور الاولاد. بنقول في علم النفس ان اهم سنوات في عمر الطفل او عمر الانسان هي اول 5 سنوات. لو الشخص اتعلم فيها السلوكات الجيده هيفضل طول عمره سوي، لو هو اتعلم فيها الحاجات غير الجيده بيفضل طول عمره غير سوي.
بنقول كمان في علم النفس ان الطفل بيتعلم السلوك غير السوي زي بالظبط ما بيتعلم السلوك السوي بنفس المبادئ. مثلا الطفل اللي بيطلع كذاب ليه بيطلع كذاب؟ عشان لما بيجي بيكذب في موقف او بيجي مثلا بيشتم، خلينا في الشتيمه بلاش الكذب، جه شتم عمه في موقف ابوه يقول له اه تعالى يا حبيبي برافو عليك اشتم عمك تاني. هنا بيعملوا حاجه اسمها تعزيز او تدعيم. فبالتالي السلوك ده بيظبط عنه. وكذا بالنسبه للسلوكات السويه، لو الطفل مثلا قال مثلا نطق كلمه بابا او ماما قال له كويس يا حبيبي تعالى والكلام ده اسمه تشجيع او تدعيم. فبالتالي بيحاول يكرر هذا السلوك عشان يحصل على نفس التدعيم ونفس الحاله الايجابيه. يبقى هنا السلوكات السيئه الطفل بيتعلمها زيها زي السلوكات الايه غير الجيده. طيب هنا بيحصل حاجه اسمها تثبيت لسلوكات معينه في هذه المراحل المبكره وتنمو مع الطفل. زي ايه؟ الطفل كده بيبقى قاعد مع ابوه وعمه يحكي لك حكايه شفته عمك وهو قدك دخل الفصل وغش في الامتحان ونجح ويضحك الطفل هنا مش عارف الصح من الغلط. التربيه في ابسط معانيها معناه ان انا بعلم الطفل ان هو يميز بين الصواب والخطا. اقصد انا ليه بسال حضرتك؟ لانه ليه احنا مثلا بنبقى حاسمين جدا في الصواب والخطا مثلا في حاجات كلنا متفقين عليها، لكن في حاجات في منطقه رمادي كده زي الغش الكذب الفهلوه دي اللي بنسميها باسامي تانية. للاسف يا فندم حتى الاباء والامهات اللي حاصلين على اعلى مستوى التعليميه قد يجهلون قواعد تربيه الاطفال. طيب تمام، يعني مش شرط ان الناس زورت النظام التعليمي يبقى منخفض عشان الطفل يطلع ما عندوش او عنده سلوكات ايه غير سويه، لا يمكن الاثنين متعلمين بتعليم عالي او متعلمين بتعليم منخفض ويطلعوا نماذج سيئه للمجتمع. طيب الله يطمنك بقى يا دكتور. هنرجع من البريك وفعلا ده سؤالنا المهم، ايه دور علم الاجتماع بقى؟ اذا علم الاجتماع رصد الخطر انه احنا عندنا دلوقتي اجيال بتسلم الى ناس بتربيهم، الحقيقه انه بعضهم بيربي يا اما بجهل او بقصد او بسوء نيه الله اعلم. فايه اللي ممكن نعمله لانقاذ المجتمع وايه التعزيز بقى اللي ممكن يجي من المجتمع فينقذ دور غايب من ادوار الاسره؟ بعد الفاصل نكمل الكلام. لسه بنتكلم عن فكرة كسر النموذج وفكرة أنه اللي بيربي الأجيال الجديدة في مصر هم جيل طبعاً في منهم ناس عظيمة وبتحفر في الصخر، لكن في مظاهر وفي مشاهد كده وقفنا عندها ووقفنا عند مشهد الآباء اللي اعتدوا على مدرسة عشان ما مكنتش أولادهم من الغش. الفكرة مقلوبة مرعبة، ولأنها مرعبة احنا رحنا كده لدكتور أمل كمان مرة ونقول لها علم الاجتماع ينفع يحللنا او يحلل الظواهر دي ويقول لنا كمجتمع نقدر نعمل ايه؟ علم الاجتماع بيقول ان مؤسسات التنشئه الاجتماعيه اربعه. الاسره. ايوه. وما بنرتبهم بترتيب الاوليه والاولويه في التاثير والاهميه طبعا في التاثير. طبعا. يعني لما اقول الاسره يبقى دي اول حاجه بتاثر في التنشئه الاجتماعيه للفرد. تمام. ثم المدرسه. ثم جماعات الرفاق، الاصدقاء. المراه على دين خليلي. ووسائل الاعلام الاربعه. حلو. بعد يعني في بدايه الالفينيات والتسعينيات القرن العشرين البساط اتسحب شويه من تحت من الاسره ومن المدرسه وذهب للاعلام، الاعلام غير التقليدي بالظبط اللي هو العالميه بقى الانترنت اللي هو اليوتيوب الفيديوز الدراما تطبيقات الانترنت كلها. فالدنيا بقت يعني لما تسحبي البساط اللي بيربي ولادنا دي كارثه اللي بتربي ولادنا. ليه؟ لان انا في جيمز هو بيلعبه بيعلمه العنف، بيعلمه قيم سلبيه، ممكن ده في العاب ناس بتعلم قيم سلبيه وسلوكيه سيئه جدا، وهو في الجيمز بيلعبها بيألفها لان هو المجتمع الافتراضي اللي هو عليه بيقول له ان ده هو الصح. والاسره مش عارفه ان هو في حد تاني بيوجه توجيه خطأ فمش متابعه فمش عارفه توجه التوجيه الصح اللي يعدل المسار. او الاسره نفسها عندها مشكله واحنا النهارده الاسره نفسها منشغله بنفس الانشغال اللي عند الطفل بالظبط او الشاب او المراهق اللي هو منشغل عن طريق الانترنت، الاب بيلعب جيمز، الام مش فاضيه او بتديله هي لا الاب رايح يتخانق مع المدرسه. انا بجد مش همشي واسيب الحته دي. لا انا مش قادره افهمها. الاب رايح يتخانق مع المدرسه وناسي الكارثه اللي عنده. ومعتقد ان ابنه هو الملاك الطاهر الذي لا يكذب ولا لا ما هو الملاك هو عايز الملاك يغش الحمد
لا ده غير الغش، هو معتبر ان كلامه مصدق. هي دي مشكلتنا حتى في اطار العام الدراسي. يعني المستر ده بيزعق لنا وبيتعبنا، خلاص يبقى ابني صادق في كلامه، والمستر اللي وحش ما بيديش نفسه فرصه لفلتره الكلام. بالظبط. انا عايزه كمان اسال دكتور تامر، ايه سر برضه، هو دي اكيد حاجه نفسيه، ايه سر شغف الاباء والامهات بفكره الدرجات؟ يعني هم ليه محروقين قوي كده ان اولادنا يغشوا عشان يجيبوا درجات؟ ما هو برضه هو عنده هدف غريب انه لازم يجيب درجات كتير، ويمكن دي ازمه التعليم في مصر. بالظبط، دي ازمه جوهريه في التعليم في مصر، هي ثقافه التوجه نحو الدرجه. احنا عندنا نوعين من الدافعيه، اما الدافعيه للتعلم والاتقان، ان انا اتعلم المواد الدراسيه واتقنها وافهمها والمهارات المرتبطه بالماده، أو إن أنا أحصل على درجات وأنجح وأتفوق وخلاص، تمام. لو أنا بصيت للتعلم والإنجاز والإتقان هخش الامتحان أيا كان أحل فيه. لو أنا ببص إن أنا أجيب الدرجة يبقى أنا هتبع أي وسائل سواء شرعية أو غير شرعية في الوصول إلى هذه الدرجة، وده اللي بيؤدي إلى الغش. تمام. كمان في التوجهات الحديثة في علم النفس، ظاهرة الغش ده داخلة ضمن مصطلح جديد اسمه الاستحقاق الأكاديمي. ايه هو الاستحقاق الاكاديمي؟ ان الطالب بيحس ان هو محق ووصول ياخد درجات عاليه في اي ماده بدون ان يبذل جهد، وان المعلم مسؤول عن ذلك وهو ما عليهوش اي دور. تمام. طيب احنا المشكله بتاعتنا تفاقمت امتى؟ من ساعه ما كورونا لما عملوا الابحاث، هنا بدا دور الاباء في تشجيع ابنائهم على الغش. لما طلب من الابناء ان هم يقدموا ابحاث كبديل للامتحانات، كان بيروح مين عند مكتبات الشركة أبحاث؟ الأباء والأمهات. يبقى هنا وصلوا رسالة ضمنية للأبناء اللي احنا يا أولاد الغش ده حاجة مبررة ومحللة، فبالتالي غشوا انتوا كمان في الامتحانات. يبقى الطالب داخل الامتحان كله هدفه ان هو غش ويجيب الدرجة، ملوش دعوة بأي حاجة تانية لو عملية. تمام. كمان في تغيير في ثقافة الأباء والأبناء. احنا تربينا كان ابائنا وامهاتنا يهددونا زمان، لو انت غلطت وما ذاكرتش هروح نشتكي للمدرس. كنا بنخاف من المدرس جدا. دلوقتي انا بدرس دورات للمعلمين في المجال التربوي وفي الواقع العملي، بيجوا يشتكوا لي ان هم لو قالوا الطالب كلمه الاب والام يجوا تاني يوم يتخانقوا مع المعلم. بالذات في المدارس الخاصه. في المدارس الخاصه، لانه نوع من الاستقواء كده على المعلم. بالظبط. هنا بقى عشان الطالب او ولي الامر دافع فلوس بيحس ان هو لازم ياخد درجات قدامها، لازم ابنه يبقى في مكانه عاليه الى اخره، وده طبعا من ناحيه التربيه مش تمام. هو انا عندي بجد حيره، يعني لو كنا بنفكر في الاطفال الصغيرين دلوقتي اللي هم هيطلعوا يبقوا هم المجتمع بعد كام سنه، يعني ازاي ممكن نساعد الاهل؟ وسؤالي اكثر تحديدا، هل في مكان ما من العالم، وانا عارفه انه ده موجود وابتدى يعني في محاولات لتطبيقه، انه انا ما ينفعش ابقى مسؤول عن اطفال غير لما اكون عندي قدر من العلم؟ يعني انا ما ينفعش اشتغل شغلانه لما بتخرج من تاهيل مثلا تعليمي وديني اشتغل في شغل، ما ينفعش اشتغل مهندس من غير ما اخد بكالوريوس هندسه. هل في اي شكل من اشكال تاهيل الاباء والامهات؟ المفروض يبقى في شكل. ممكن يحصل. ممكن يحصل. ليه؟ أنا لو داخلة على مشروع تجاري أو اقتصادي أو هعمل بيزنس ما، بعمل دراسة جدوى. ابتدي خطط. طب ده هيكلف كام؟ طب أنا إيه الأهداف اللي متطلبة؟ طب أنا أول سنة إيه اللي هيتم؟ ده ما بيتمش في مؤسسة الزواج، ودي مؤسسة. بمعنى إن العريس أو العروسة أو الزوج أو الزوجة بينشغلوا بالحاجات المادية واختيار وتكاليف كل الحاجات دي كلها. بيجي أول بيبي، ربنا كرمنا ببيبي. طب هذا المشروع. أيوة. هذا المشروع هنعمل فيه ايه؟ هنوصل لاخره ازاي؟ لان هو اعظم استثمار عند اي حد في العالم هو ابنه. هو ولاده هم امتداد لي على الناحيه الاسريه، وهم دول المجتمع على المدى البعيد. ما هو مجموعه الاسر هم اللي هيجيبوا لي افراد او الشعب اللي موجود في دوله ما. فكله بينشغل بالحاجات البسيطه الثانويه مش الاوليه، وبينسى قصه ان يقرا، حتى مش هقول كمان انه يبقى عنده طفل، يقرا زي عامل شريك حياته اصلا. عشان كده جه مثلا مشروع زي موده، يعني اللي هايل، يعني انك بتعرف في النواحي النفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والدينيه في قصه الزواج. في الزواج. فانك تبقى مؤهل، لان لازم يبقى مؤهل لانه يربي طفل. طيب. لانها لانه بي 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 هو دلوقتي اذا لم يؤهل هيطلع لي شعب او مجموعه من البشر لا يصلحون ان يكونوا مواطنين. طيب انا هقول اقتراح اعتبروه خيال علمي، ينفع يا دكتور نقول انه اي اب بيسجل ابنه في شهاده ميلاد لازم نقول له خد رخصه تربيه، خد شهاده في كذا،
خد كورس اجباري انك تعرف مبادئ التربيه. ينفع نعمل كده؟ يا ريت. ينفع يبقى مشروع بنحلم بيه ويحصل وقت ما يحصل؟ هو ينفع ان احنا نربطه بحاجات معينه في المجتمع، زي مثلا البطاقه التموينيه مثلا، دي بتمس شريحه كبيره جدا من الناس. يمكن نقول مثلا ان الولي او صاحب البطاقه لازم يكون معاه شهاده في التربيه. تمام، بس الاقتراح ده يعني صعب شويه في التحقيق. في حلول تانية والله بديله، يعني مثلا مجلس الاعلى للجامعات في اجتماعه الاخير قرر ان هو يعمم ماده لكل طلاب الجامعات بعنوان التاهيل الاسري. دي ماده ممتازه جدا، هتضم الموضوعات عن كيفيه تربيه الابناء. تمام، هو في الجامعه، هو في الجامعه جميل. دي هتبقى مواد عامه كل كل التجاره، وزي ما الدكتوره بتقول وكيفيه معامله الازواج يعني ما هيبقى فيها كلام ده، هيبقى فيها الفحص الطبي مثلا بالزواج والفحوصات المطلوبه، اساليب التربيه، اساليب مواجهه الضغوط الاجتماعيه بطريقه سليمه. ده علم تاني الناس كلها محتاجاه، واحنا طب احنا ايه المتاح لينا دلوقتي؟ زي ما الستات بتدور مثلا في الفيسبوك وفي التلفزيون على برامج الطبخ والاكل وكده، يمكن هم عايزين. لا احنا اتغيرنا خالص صدقني يا دكتور، ما بقوش يدوروا على الطبخ. اشكرك شكرا جزيلا دكتور تامر شاوي، استاذ علم النفس التربوي جامعه عين شمس، ودكتوره امل شمس استاذ علم الاجتماع ورئيس قسم الفلسفه وعلم الاجتماع بتربيه عين شمس، نورتونا. ما زال السؤال، احنا محتاجين ان الاباء اولا يستقيموا يرحمكم الله عشان نعرف نطمن انه الاجيال القادمه تبقى بخير. وبما اننا النهارده اتكلمنا عن المدرسه، فكل الاعتذار بالنيابه عن المجتمع وبالنيابه عن الاسوياء من المجتمع للسيده الفاضله دي اللي عملت شغلها واللي احنا بنحترم دورها. يمكن اقول هنا كلمه، الحاجتين دولت او الحاجه الموقف ده لازم فيه حاجتين. اول حاجه العقاب الشديد لمن ارتكب هذا الجرم ليكون رادع لاي حد يفكر فيها. تاني حاجة تكريم هذه المعلمة، وده قام به السيد الوزير ان هو ادى نموذج طيب للمعلم اللي بيحارب الغش. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعة، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.